هلا يا ابو هلا طلعوا اي عضو للمواد السمنه غير موافق اولياء الامور او الطلاب اللي بتحضروا الهندسات او ما حضرنا مؤتمر العلم الاول لطب الاسنان تحت عنوان طب الاسنان واقع وتحديات. الحمد لله نحن كطلبة استفدنا من هذا المؤتمر كثير، حيث نحن يعني حضرنا مجموعة من المحاضرات مجموعة من الأطباء، وصراحة كانت هالمحاضرات حلوة ومهمة كثير واستفدنا منها. أنا بخرج من عندي ما أستطيع أوقفه لأنه خليت في العمل الأكاديمي، خليت بالسلسلة. هو أول مؤتمر طبي سني بصير عندنا بالمناطق المحررة، هذا يعني نقلة نوعية بطب الأسنان، علما أنه كان طب الأسنان يعني تحت الصفر، صار في تركيز كتير على طب الأسنان، صار في تطور، صار في كنا في يعني أمور ما كنا بنعرفها قبل عن طب الأسنان صرنا بنعرفها. كانت فرصة جيدة، طلابنا جايين يحضروا في المؤتمر، فالمعرض كان متوفر فيه الأدوات الكاملة، فلقيناها فرصة لأنه نشرح للطلاب عن الأدوات وعن استخدامها بشكل ميداني ومباشر برؤية الأدوات المباشرة. بيتضمن المؤتمر محاضرات علمية بالإضافة لمشاركة فعالة من الطلاب، طلاب كلية طب الأسنان في جامعة إدلب، وكان في عنا زوار أيضا من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة حلب الحرة وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة ماري الخاصة، بالإضافة لحضور فعال جدا من زملائنا أطباء الأسنان الخريجين. طبيب الأسنان ترك عيادته إجا حضر المؤتمر لما فيه من فائدة علمية كبيرة.